ولكن معايا تليفون دلوقتي الاول مهم جدا من الامارات مع الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الكبير الاستاذ صبري علي عشان نتكلم معاه على كل الاخبار المتعلقه بجاهزيه مجلس ابو ظبي لاستضافه كاس السوبر لانديه الابطال بالنظام الجديد، التحضير هناك في البطوله بالنسبه للانديه الاربعه، الحضور الجماهيري، كل الامور المتعلقه بهذه البطوله الوليده بالشكل الجديد بمشاركه اربع انديه بعد ما كانت البطوله بتتلعب ببطل دوري وبطل كاس. استاذ صبري مساء الفل وازاي حضرتك؟ مساء الخير عليك يا محمد وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي. تحياتي ليك وبنسعد بالتاكيد بوجودك معانا، وعايزين نعرف من حضرتك يعني اخر الترتيبات والاستعدادات بالنسبه لمجلس ابو ظبي، بالنسبه للجاليه المصريه، الاعلام المصري اللي بالتاكيد متواجد بشكل كبير جدا في الامارات وفي ابو ظبي لتغطيه هذا الحدث الكبير بطوله السوبر للانديه الابطال بمشاركه الاهلي وفيوتشر وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. والله يا محمد انت عارف ان الكلام مش هيكون جديد لما نقول ان بيكون وجود الاهلي بشكل خاص في الامارات بيكون ليه رونق يعني وليه معاني كتير وليه تاثيرات كبيره وبيبقى فيه اجواء احتفاليه بشكل كبير. يمكن المره دي كمان شاهد الظروف انه يكون الاهلي في يومين يلعب في ابو ظبي بدل من يوم واحد زي ما كان بيحصل بكده في السوبر، فالتحضيرات على وصلا للذروه يعني مجلس ابو ظبي الرياضي اتم كل شيء بشكل مبكر من بدري كعادتهم دايما. الملعب في افضل حاله جاهزيه، ملعب الاستاذ محمد بن زايد. اللي شاف طبعا انتصارات للاهلي قبل كده يمكن في المباراه الاخيره السوبر الاخير امام بيراميدز كان على نفس الملعب. التحضيرات بشكل عام جماهيريا كمان الجمهور هنا متشوق للاحتفال بالاهلي بالبرونزيه المونديالية الرابعه. يمكن يكون في تشبع شويه من الفتره اللي فاتت من الاحداث الكرويه، لكن الاهلي بيكون خارج القاعده دي دايما، بيكون استثناء من اي قاعده واستثناء من اي تشبع. جمهور الاهلي دايما متشوق للاهلي، جمهور الاهلي دايما منتظر فريقه ودايما هيحتفل، يكون ليه جانبين، جانب احتفالي وجانب تحفيزي اللي كمان دايما بيطارد اي بطوله بيلعب فيها دايما بيطارد اللقب، وده بيحمل جمهور الاهلي في الامارات. انا شايف دعوات كبيره جدا على كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي حتى الشحن الجماهير او حجم الجماهير من كل الامارات المختلفه من الشارقه وعجمان والفجيره والقيوم وراس الخيمه ودبي الى ابو ظبي، يمكن المسافه تكون بعيده شويه وفي يوم عمل. الو؟ طيب نحاول نرجع تاني للاستاذ صبري علي، انه كان بيتكلم في نقاط مهمه جدا متعلقه بالتحضير في الامارات لبطوله كاس السوبر للانديه الابطال. على فكره التحضير للبطوله بدا منذ حوالي اكثر من شهر ونص عن شهرين او شهرين، يعني اجتماعات مهمه جدا تمت ما بين الشركه الراعيه مع اتحاد الكوره مع مجلس ابو ظبي للترتيب لهذا الحدث الكبير بمشاركه اربع انديه. دايما كانت مباريات السوبر اعتقد من 2014 2015 كانت اول مباراه سوبر اتلعبت في الامارات. انا فاكر في التوقيت ده كانت مباراه الاهلي والزمالك وانتهت وكانت بتتلعب على ملعب هزاع بن زايد في مدينه العين، وفاز الاهلي يومها 3-2، وكان وقتها الاهلي كان خسران دوري وكاس وكان بيلعب الزمالك الفاز بالدوري والكاس، وقدر الاهلي يفرض شخصيته من جديد ويكسب الزمالك 3-2، ودي كانت اولى المباريات اللي اتلعبت في الامارات لبطولات كاس السوبر. استاذ صبري. ايوه معاك يا محمد، اتفضل يا استاذ صبري. كنا بنقول ان في حشد جماهيري كبير من كل الامارات المختلفه للاحتفال مع الاهلي وتحفيزه كمان للمهمه الصعبه، ومهمه صعبه جدا الناس عارفه كلها ومقدره اكيد الظرف اللي فيه الاهلي وتوالي المباريات والضغط الكبير اللي موجود. يمكن بعثه الاهلي وصلت بالامس فقط وكان اليوم التدريب الوحيد والمؤتمر الصحفي لمارسيل كولر، مفيش وقت ابدا للراحه، مفيش وقت لالتقاط الانفاس، وكل جمهور الاهلي مقدر الحاله اللي فيها اللاعبين، لكن اعتقد تحفيز الجمهور هيبقى مهم جدا، واعتقد ان الجمهور هيقوم بدوره على اكمل وجه زي ما كان موجود في الست مرات اللي الاهلي كان موجود فيهم في الامارات في مباراه السوبر. في المره السابعه كمان هيكون ان شاء الله متواجد وبقوه ويكون ليه دور فاعل يعني. اكيد. طيب هل خلال التنظيم من خلال مجلس ابو ظبي في ترتيبات متعلقه بالحدث، لقاء الافتتاح الاول اللي هيتلعب بكره الساعه 3 ما بين بيراميدز وفيوتشر، بعديه مباراه الاهلي الساعه 7، يعني قربنا اكتر من الصوره، وازاي الناس في مجلس ابو ظبي بتستعد؟ لان بالتاكيد الصحف الاماراتيه مديه وفارده مساحات مهمه جدا عن البطوله. طبعا الحدث مهم جدا، يمكن النهارده كان في يوم وامس كان في جوله للدوري الاماراتي، بكره مفيش مباريات ابدا في الامارات طبعا مفرغ لمباراه السوبر او افتتاح مباراتي الجوله او الجوله الافتتاحيه للسوبر. مجلس ابو ظبي الرياضي يعني احنا متعودين منه دايما ان هو بيكون تحضيرات مبكره وتحضيرات على اعلى مستوى،
في طبعا للاستقبال الجماهير حول منطقه استاد محمد بن زايد، المداخل والمخارج والتامين والاماكن انتظار السيارات والاماكن دي كلها بشكل كبير جدا عشان راحه الجمهور اللي بيكون جاي من كل الامارات المختلفه. مجلس ابو ظبي الرياضي ما فيش طبعا بكره في طقوس معينه للمباراه الافتتاحيه، لكن كلنا عارفين ان في اليوم الختامي او المباراه النهائيه هيكون في حفل بيحيي محمد حمائي مع الجمهور المصري احتفالا بالمناسبه الكبيره. ويمكن يمكن كمان خليني اروح على حاجه كان طلب حصل طبعا من النادي الاهلي بالتاجيل، يمكن كان مجلس ابو ظبي الرياضي ما كانش يقدر حتى يتجاوب مع الاتحاد المصري في فكره ان الاهلي يتاجل المباراه الانطلاقه سواء من 25 ل 26 ومن 28 ل 29، لان في مباراه مهمه جدا وكبيره جدا بين الشارقه وشباب الاهلي يوم 29 على كاس السوبر الاماراتي. فهم كمان عندهم عذر كبير جدا، هم كانوا صعب جدا يتقبلوا فكره التاجيل لمده 24 ساعه رغم شرعيه الطلب من الاهلي وضغطه ووصوله من السعوديه. هي المشكله عند اتحاد الكره يا استاذ صبري، يعني هو طبعا مجلس ابو ظبي اكيد ليس له علاقه بالموضوع، هو بيستضيف وبينظم الحدث، ولكن اللي حدد المواعيد في البدايه واللي كتب المواعيد ما كانش واخد باله الاهلي ممكن يوصل لليوم الختامي، فالموقف اكيد صعب جدا. واحنا لا، هي المواعيد طبعا محمد بالتنسيق بين الطرفين وكل حاجه، لكن اقصد انا اقول مش بدافع عن اتحاد الكره ولا حاجه، لكن بقول حتى فكره حتى الفكره نفسها لما طرحت كان مجلس ابو ظبي الرياضي ما كانش يقدر يتجاوب لو الاتحاد الكره حتى يعني كان عنده الرغبه، لكن مجلس ابو ظبي الرياضي هيبقى معذور جدا في ان هو يقدر يستجيب لطلب الاهلي لان عنده سوبر في اليوم التالي. صح، نعم. طيب الحاجه الاخيره، الاقبال الجماهير على التذاكر، يعني احنا اكيد واثقين ان مباريات الاهلي هتكون كامله العدد، لكن التذاكر في ارقام طلعت او في بيانات رسميه خرجت بخصوص بيع التذاكر؟ لا لا، الى الان ما فيش بيانات رسميه، لكن في محمد طبعا لازم تكون يعني الناس كلها تكون متخيله ان فكره ان الجمهور اللي هيكون موجود هو جمهور الاهلي، القاعده الجماهيريه الكبيره هي للاهلي، للثلاث فرق الاخرى يعني بيراميدز وفيوتشر وسيراميكا مع احترامي الكامل ليهم ما فيش قاعده جماهيريه، فاعتقد ان الجمهور هيكون متواجد جمهور الاهلي بشكل كبير، لكن طبعا بالوضع مختلف غير لما يكون عندك منافس جماهيري كمان اكيد يكون برضه ليه جزء من نصيب التذاكر، لكن جمهور الاهلي قادر زي ما حصل قدام بيراميدز زي ما قلنا في السوبر العام الماضي وكان بيملا مدرجات استاد محمد بن زايد قادر ان هو يفعلها. لكن يا محمد انا نفسي يعني استغل فرصه وجودي معاك وبرنامجك اللي ما شاء الله متشاف وجمهور الاهلي متابعه بشكل كبير الحمد لله. فكره ان جمهور الاهلي بنلاحظ في السوشيال ميديا في فترات معينه مع اي بس مش اخفاق يعني مع اي حتى بس تعادل للفريق بيكون في يعني نداءات تدميريه ونداءات بشكل غريب جدا. انا من خلال البرنامج بتاعك بقول ان جمهور الاهلي يعني دايما نفتكر ان مجلس الاداره ده والجهاز الفني ده واللعيبه ده هم اللي بيسمعوا الانفراد وهم اللي فرحوكم على فترات طويله، فلما يحصل اي هبوط في المستوى او تراجع على مستوى النتائج لفتره بسيطه لا ما ننساش كل السنوات الاخيره كلها بانجازاتها الرقميه على مستوى المحلي والمستوى القاري ومستوى مونديال الانديه، فنلتمس للناس العذر ونلتمس لان اللعيبه مضغوطه بشكل كبير جدا فعلا. ويمكن ده هيخلي مارسيل كولر يكون في مباراه الغد ده توقعي الشخصي، ويمكن في يعني تلميحات بالوضع ده ان يكون في تغيير كبير في التشكيله ما بين خمسه سته لعيبه يعني لمجرد راحه المجموعه اللي كان اساسيه في مونديال الانديه انتظارا للعب على المباراه النهائيه او كاس البطوله ان شاء الله. اكيد رسالتك اكيد وصلت يا استاذ صبري وكلامك مهم جدا، وان كنت يعني انا عايز اكد معاك ان الجماهير من حبها للفريق عايزاها تكون في المركز الاول، ولكن في بعض الناس ما انا هقول لك في بعض الناس بتحاول تخش بقى ايه في النص وتشعل الامور في اتجاه تاني، ولكن انا معاك ان طبعا جمهور الاهلي بالتاكيد عارف ان في التوقيت المعين امتى الاهلي بيكون موجود على منصه التتويج، ايه الظروف المعاكسه اللي بتواجه الفريق، لكن رسالتك بالتاكيد مهمه جدا في هذا التوقيت في ظل ان خلاص الاهلي لعب بطوله وعمل فيها انجاز وبعد 48 ساعه داخل على بطوله جديده ما كانش فيه وقت حتى للاستعداد ليها او انك تعمل استشفاء حتى للقاء الاول يوم الاثنين. وان شاء الله الاهلي قادر كمان ان هو باذن الله جماهيره رغم كل الظروف الصعبه. باذن الله. استاذ صبري علي الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي في جريده الاتحاد الاماراتيه، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من ابو ظبي.